هل ممكن اشرح لي؟ وحماة صبحي كابر طالعة عاملة فيديو وبتشرح الحقيقة بالظبط زي ما حكى لها وزي اللي حصل بالظبط. برضو عايزين نسمع ايه اللي حصل على لسانها وهي طالعة بتقول، يعني بتحكي اللي حصل. برضو يهمنا نعرف من جميع الأطراف ايه هو الموضوع، ايه اللي حصل لصبح كابر، ايه موضوع المطعم، ايه موضوع الغلق، ايه موضوع اتنصب عليه. عايزين نعرف ايه اللي حصل. تعالوا بينا، خليكم معايا نشوف بتقول ايه. هو حقيقي في واحد جه نصب عليه، خدت بال حضرتك؟ يعني هو ما هو مش هيضطر انه يقول حاجه، لما اصلا مش محتاج من حد حاجه ولا عايز حق من حاجه من حد، هو مستور الحمد لله. بس كل الموضوع ان اتنصب عليه، امال اضطر يبيع المطعم بتاعه ليه؟ فباعه، خدت بال حضرتك؟ وبعدين ام محمد اللي هم مشهورين بيها وعمالين يقولوا ست مش عارفه ايه وست ايه وست ايه، والعمال انا هقول العمال غلابه، عايزين ناكلوا عيش، لازم اهو عاش الملك مات الملك على راي المعلم، خدت بال حضرتك؟ وشغالين. هي في جوده كانت داخله مش بتاعت المعلم صبحي، يعني بالعربي انا مش عايزه اتكلم عشان دي برضو كانت ناس كويسه وكنا معاهم عيش وملح، حاجه مش كويسه فحذرتهم كتير. فطبعا لما اتكلمت فيها قلبوا الدنيا عليها زي ما انتم شفتوا كده حضرتك، والدنيا اتقلبت عليها. انا عايز افهم حاجه، هي ام محمد يعني هي مغصوبه عليكم عشان طيب انا سنه في طلع مذيع برضو معاهم محترم زي ابني يقولوا ده انت ناس محترمه، ناس محترمه. طب الناس المحترمه دي والله لا معلش ليه ما تلزمناش؟ مهينانا تعبانه عاملانا خلاص يا معلم صبحي، احنا مش عايزينها، كان يبقى بالادب يا حبيبي وبالذوق، لكن هي قاعده متحملاهم ومشغلاهم ومشغله اللي كله، وفي الاخر بقت وحشه. سؤالي حاجة، كان المعلم كان نعم. ما أجبرهم عليها إن هي تقف في مكان لا عشان هو طبعا من ما الأفلاس؟ فيش اجبار يا حبيبي ولا حاجه، هي كل الموضوع ان هي الله اكبر عليها ناصحه بتعرف تشغل ده وده بيعمل لها حساب وده بيعمل لها حساب بالذوق وبالادب. فهو قال لهم دي لو مشيت المكان ده هيقع، ان هي مشغله كل حاجه وهي عارفه الدنيا هنا ماشيه ازاي وجايه ازاي، الحريم بتسمع كلامها وكلهم هنا في المكان اخواتها، خدت بال حضرتك؟ هي مش كبيره ام محمد، خدت بالك؟ فطبعا قال لهم اللي يريح. فانا جيت في مره بكلمها بقول لها انت نحره قلبكم ناقصي بيها حاجه، دختنا هم نفسهم، انا معايا الحاج ممدوح اخوهم راجل محترم راجل كل ذوق وهاني غلبان جدا، انا ما عرفتش ليه قلبوا كده، ما بصوش للعشره 25 سنه طالعين يقولوا عليه ده كذاب وبتاع حوارات وما فيش حاجه، ما حدش نصب عليه ليه؟ عيب عيب عيب. المعلم كان الناس بتتكلم اللي هو حاططها عين ليه في المكان عشان يعرف كل صغيره وكبيره اللي بتحصل في المكان، بمجرد طبعا زي ما هو قال انا بعت المكان، ايوه كان هي يعني محطوطه. هو كان بيدخل لحمته تمام وبيدخل حاجته، الجوده اللي كانت بتخش المكان الجوده دي اتغيرت، خدت بال حضرتك؟ هم ابتدوا بقى يغيروها، هم كانت بيمشي لغايه قريب لما غيروا بقى، هي اتغيرت قبل كده وهو برده كلمهم فرجعت تاني، خدت بالك؟ فهو طبعا غيروها بقى خلاص ركبت دماغهم بقى خلاص، فهنعمل ايه؟ الست دي اللي بتكلمنا وبتقول لنا لا ما ينفعش، والزبائن بقت تشتكي من الاكل وما ينفعش مش جوده المعلم، ومعلش انا مش عايز افسر اكتر من كده. هي قالت الحاجات دي مش جودة المعلم، ما ينفعش تخش المكان. اه عشان كده بدأوا يمشوها بدأوا يقلبوا الدنيا كده عليها زي ما حضرتك شفت، عشان المعلم طبعا كان بياخدوا الحاجات من الاكل طبعا من حاجة المعلم، المعلم الجزارة كلها فطبعا ايه؟ واللحمة. لا انطر بقى المعلم، اولا المعلم مش محتاج منهم، بس هو كان عايز حتى الشعر ده اسمه يا جماعه، ده اسم صبحي كابر، انت شغال باللوجو بتاعه، ايوه الاسم بتاعه اه صبحي ده كابر. اسمه بتاعه، فتبقى بس الصفحه بتاعته والخط الساخن باسمه وحاجته خلاص، انا هسحب نفسي، ما انتوا تودوني في ده تدخلوا حاجات مش كويسه، مين اللي هيسال؟ المعلم لما كان بيبيع المحل اكيد انت قريبه منه جامد، ايوه كان بيجي يحكي لك تفاصيل. انا كنت معاه فوق، ولما هم جم تمام وقال لي يا حاجه هم هيبقوا شركائي وهيبقوا معايا وكده، قلت فانا قلت له ابني ربنا يصلح لك الصالح، والله لو كيسين ليك ده كلامي، انا واحده على مش متعلمه، انا واحده على عايشه على الفطره، بس انا معايا جوز بنتي الطيبه كلها والحنيه كلها، واتنصب انا اللي مزعلني ان هو الكلام اللي بيقولوه عليه والغلط اللي بيغلطوه فيه، انتوا بصيتوا ل 25 سنه؟ طب ما انتوا اقعدوا مع بعض، وبقى لو شوهتوا بيها وطلعتوها وحشه كل ده عشان قالت لا الحاجه دي ما تخشش، كل ده عشان قالت الجوده دي مش كويسه ما تخشش، خش جوده يا تانية. اما انا سكت، قلت لهم كذا مره انا سكت، انا بعد كده اعرف بقى المعلم، راحوا حاطين على دماغها بقى عشان هي قالت انا اعرف وخدت المعلم. وخدت وعامله ايه ده وهنطلعها كذا يعني اقول ايه يا حبيبي، بس عيب عيب، انا مش عايزه ازن فيهم، هم عمالين
انتوا ناس محترمه وناس حلوه يا حاج مندوق والحاج هشام وهاني. ليه ليه كده يا بابا كده؟ ليه هتعملوا كده؟ هي طلعت معانا في القائمة امبارح كانت منهارة من عياط. عشان كانوا هم عشرة أكل وشرب مع بعض. هي بقالك قد إيه في المكان شغالة في المكان؟ لا محمد، من زمان مع المعلم، من زمان، مش من سنة ولا من اتنين، ده من ساعة المحل القديم وهو جابها هنا. هما بيحاولوا يمشوا مثلا أي حد طرف من المعلم. وبعدين ناس كتير ما قعدت يا حبيبي. هو المعلم لما صعب عليه وقال لك دي مش رجالتي، أيوه اللي موجودين دول مش رجالتي، رجالته مشيت وكانوا بيمشوا. واجيب لك دلوقتي اثبات ان في بيقعدوا كل الوقت 4 ايام، انت شغال في الاسبوع 7 ايام، قعدك 4 ايام تيجي تاخد 3 ايام. طب انا شوف لي شغل بره، انا فاتح بيت وعندي عيال دلوقتي. الكل بقى حلو، ايوه يا ريس وعشته كده. ما احنا بنقول دول غلابه بيدور على اكل عيشهم. وفي موديلين مش عايزينها لان جديده، هي جديده، شديده بالحق، شديده بالعدل. لما تلاقيك انت سايب شغلك وقاعد تشرب القهوه حاطط السيجاره وسايب الصاله ومش سايب الزبائن، تقول لك قوم شوف شغلك. هي دي تادي الشديه بتاعتها، مش شديده قليله الادب زي ما هم مطلعينها، مش شديده يا ابني. لا مؤاخذه، انا هقول ايه؟ بص هقول لك، ربنا موجود، بس ربنا موجود. وبعدين انا يعني لو الحاج هشام يا ريت تشوف الفيديو بتاعه اقول له ايه، بص للقشره ما تغلطش في المعلم صبحي. المعلم صبحي دخلكم المكان على اساس انتوا اخواته وهتحافظوا على المكان، تقوم تطلعوه ده راجل مش عارف ايه وما تنصبش عليه. هو عايز منكم ايه؟ المعلم باع المحل ليه؟ ما عارف، بقول لحضرتك باع المحل عشان في واحد دخل منه فلوس جامده اللي اتقال عليها. ارقام دي 200 مليون و75 مليون والكل كان بيتكلم، هي دي الارقام اللي كانت. والله يا حبيبي صل على النبي، انت ممكن تقول لحماتك كل اسرارك؟ تمام. لا مش كلها طبعا. ايوه بس انا، ايوه شفت الناس دي. بس انت كنت قريبه انا منه. لو قابل الناس دي هعرفه ان انا كنت موجوده والناس دي كانت داخلاله. كانوا ثلاثه جايين له بدري، بيقولوا كذا مره بدري. يعني هم كانوا بيقولوا على طول عشان يبيع المحل. لا مش دول. الناس اللي نصب عليه. اللي نصب عليه ده. خدت بال حضرتك اللي نصب عليه ده؟ فالمعلم مش غدار. فما عندوش خوانه. هيعمل. اشرب. بس. انا بزعل. والله السكر بيعلى عليا. اما ليه؟ انا كنت بقعد معاه. طب انا كنت بخرج والله العظيم يا ابني كنت بقف لهم. انا كانت العيال بتشوفني بتشتغل. انت يا حاجه قعدتك بتعمل، اقول لهم ماشي بس كنت اقعد شويه واخش. انت بتطلعي تقعدي في المكان على طول؟ كنت بطلع اقعد في المكان بس من ساعه جوز بنتي ما جاب دعوه وقال شركائي في الاول. تمام. فانا قعدت. طب حضرتك عارفه من شهر الواحد اللي هو باعه مش شركائه؟ نعم. حضرتك عارفه اللي هو باعه باع المكان مش شركائه، ولا عرفت مؤخرا اللي هو ده كان شركائه؟ لا انا عرفت ان هم دولت، ان هو باع لهم المكان. عرفت اللي هو باع لهم المكان؟ باع لهم المكان. تمام. كنت بعد ما بقى لهم مكان دخلت المكان تاني؟ لا انا كنت بخش بس، ايوه عادي اخش عشان اخش. وفي زباين كتير كانوا عارفيني بيتصلوا عليا احنا عايزينك يا حاجه. كنت بخش ايوه اقعد، وكنت بخش اشرب فنجان قهوه واخرج. ان هم كانت هم ناس كويسه وناس كانت كويسه، ناس كانت حلوه. ايه اللي قلبهم كده احنا مش عارفين. ليه تغلطوا في صبحي؟ انا يعني المعلم صبحي انا مش عارفه. ليه كداب؟ لا كداب، لا مش كداب. عيب ان تقولوا على كداب، هو مش محتاج حاجه الحمد لله. هو مستور الحمد لله. هو ابتدى من هو شقي ومتربي يتيم، خدت بالك؟ ها؟ وتعب في حياته وعمل ده كله بكفاح. وهو لما انا حتى يا سيدي اصعب عليها واعيط مش شقي، مش شقايه؟ شقايك صح؟ ليه تقول لي عبعيه؟ لا الجمل بيعيط، الاسد بيصعب عليه وبيعيط.